وقفات زراعية. وقفات زراعية. إعداد المهندس الزراعي ناصر الهويمي بالتعاون مع الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وقفات زراعية. تقديم سليم الغامدي. إخراج عبد الله الخمالي. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج وقفات زراعية. الحلم الغباري على ثمار النخيل. عزيزي المزارع، في حالة اكتشاف ظهور إصابات محدودة بالحلم الغباري أو الغبير على ثمار النخيل، يمكن رش العراجين المصابة بالماء في فترة الصباح الباكر أو المساء بهدف إزالة النسيج العنكبوتي وقتل الأطوار الصغيرة للحلم والتخلص من الأطوار المتبقية، بالإضافة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة في العراجين يحد من تكاثر الأطوار المتبقية، كما أن إزالة النسيج العنكبوتي يسهل وصول المفترسات للأطوار المتواجدة من الحلم. وفي حالة اشتداد الإصابة يجب مكافحة الحلم بالطرق التالية: استعمال الكبريت الزراعي تعفيرا على العراجين بمعدل 50 إلى 150 جرام للنخلة حسب عدد العراجين وكبر حجمها وشدة الإصابة في الفترات التي تكون فيها درجات الحرارة غير مرتفعة، وتتم العملية في الصباح الباكر أو المساء، وتكرر العملية كل 20 إلى 25 يوما. كما يمكن الرش بالكبريت الميكروني 80% وبمعدل 300 مللتر لكل 100 لتر ماء، ويضاف إليه مادة لاصقة، ويكرر الرش بعد 20 يوما. في حالة استمرار تواجد الآفة على الثمار، تستخدم المبيدات الكيماوية المتخصصة على الأكاروس والمسموح بها وبالتركيزات الموصى بها، ويعاد الرش مرة ثانية في حالة وجود أطوار الآفة بعد 15 يوما، مع مراعاة فترات التحريم لكل مبيد على حدة، ويجب إيقاف استخدام المبيدات الكيماوية عند بداية تلوين الثمار، كما يجب أن تكون عمليات المكافحة تحت إشراف المهندس المختص. كيف تتجنب أخطار المبيدات؟ عزيزي المزارع، المبيدات مواد كيماوية سامة قد تكون للإنسان، ولنتجنب خطورتها وسميتها بإذن الله، يفضل التقيد بالتعليمات التالية: اقرأ التعليمات والتوجيهات المكتوبة على عبوة المبيد، البس الملابس الواقية الخاصة بالمكافحة على أن تبدل بعد الانتهاء من عملية رش المبيد، لا تشرب أو تتناول الطعام أثناء رش المبيد، لا تقوم بعمليات الرش بصورة فردية، ويستحسن أن تتم عملية الرش بصحبة آخرين لتقديم الإسعافات الأولية في حالة حدوث تسمم لا سمح الله. يفضل استعمال المبيدات بالرش وليس التعفير قدر الإمكان وفي اتجاه الريح حتى لا تتعرض لرذاذ المبيد. استعمل المبيد بالكميات المبينة على العبوات. تأكد من نظافة آلة الرش أو العفارة قبل وبعد الاستعمال. ملاحظة فترة التحريم المدونة على عبوة المبيد والتقيد بها. حول ري التين، مستمعين الأعزاء، الخبير الزراعي بمنصة الإرشاد الزراعي الإلكترونية المهندس خالد الضمادي يشاركنا بهذه الفقرة حول ري التين. حديثنا لهذا اليوم موجه لمزارعي التين، وسنركز في هذا اللقاء على الفترات الحرجة لري التين.
ويقوم ذلك على عدة اعتبارات. الاعتبار الأول أن شجرة التين متساقطة في الأوراق، والاعتبار الثاني أن شجرة التين متحملة للعطش وللحر ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لأن مجموعها الجذري متعمق في التربة ومنتشر، ولذلك فهي تزرع في المناطق المدارية الحارة. الفترة الأولى هي فترة تكوين الأوراق، وذلك تقريبا في شهر فبراير، حيث تنبثق البراعم الخضرية لتعطي الأوراق، وينبغي أن يكون الري في هذه الفترة غزير. الفترة الثانية فترة التزهير، وهي فترة حساسة، ولذلك ينبغي أن يتوسط في عملية الري ويخفف بشكل كبير. الفترة الثالثة فترة النمو الخضري، وتقريبا توافق شهر الصيف، ولذلك يكون الري فيها غزير. الفترة الثالثة والمرحلة الرابعة هي مرحلة تكوين الثمار، وينبغي أن يكون الري متوسط، يعني مرة إلى مرتين في الأسبوع حسب نوع التربة. المرحلة الأخيرة وهي مرحلة نضج الثمار، وينبغي أن يكون الري أخف أقل ما يمكن، لأن زيادة الري تؤدي إلى تشقق الثمار. ونحن نتحدث عن ري التين، ري غزير أو ري خفيف، لأن كمية الري تعتمد على عمر النبات، وتعتمد أيضا على نوع التربة. فالنبات في السنة الأولى يحتاج إلى تقريبا 20 لتر، ما بعد 6 سنوات أو أكبر من 6 سنوات يعني من 50 إلى 60 لتر يوميا أو في الرية الواحدة. ولكي نوضح هذه المفاهيم نضرب المثال التالي. فلو أن لدينا مشروع زراعي فيه 30,000 شجرة تين، والشبكة مصممة على أساس أنه كل 1,500 شجرة في قسم، وهذا يعني لدينا 20 قسم، وعلى هذا الأساس يمكن إجراء عملية حسابية للوصول إلى نتيجة أنه 50 لتر المقررة لكل شجرة في كل قسم تحتاج إلى 20 دقيقة. وعلى هذا الأساس ممكن إذا أردنا أن نقول رية كاملة أو رية غزيرة 50 لتر فنحتاج إلى 20 دقيقة، أما الرية المتوسطة ف10 دقائق، أما الرية الخفيفة ف5 دقائق. وعلى هذا الأساس يعتمد تقديرات كميات الري بالدقائق، الاعتبار الزمن هو المقياس لتحديد كميات الري لتنضبط الأمور. أما في المساحات الصغيرة أو في الحقول الصغيرة التي تحت عددها يكون عدد أشجار التين تحت 500، فبإمكان المزارع إحضار عبوات محددة كمياتها من الماء، ثم قياس الوقت التي تحتاجه هذه الكمية هذا الوعاء ليمتلئ، مثلا 20 لتر يحتاج إلى 24 دقيقة، فيكون هذا هو المقياس الذي يستطيع أن يضبط عليه كميات الري ويحددها بالضبط ساعات الري أو دقائق الري في اليوم الواحد. ولعلنا نكون بذلك قد سلطنا الضوء على عملية إدارة عملية الري بشكل مبسط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا مستمعينا الكرام وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة في برنامج وقفات زراعية، إلى أن نلتقي بإذن الله في حلقة مقبلة. شكرا لطيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفات زراعية. وقفات زراعية. إعداد المهندس الزراعي ناصر الهويمي، بالتعاون مع الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة. وقفات زراعية. تقديم سليم الغامدي. إخراج عبد الله الخمالي.